أقامت جلالة الملكة رانيا العبد الله في أحد مطاعم عمان غداء تكريميا لعدد من الأمهات المستفيدات من دور المسنين، وذلك بمناسبة عيد الأم. واستمعت جلالتها خلال الغداء إلى قصصهن واطمأنت على أحوالهن. وكانت السيدات وخلال زيارات جلالة الملكة المختلفة لدور المسنين أعربن عن رغبتهن في الخروج بنزهة خارج دور الرعاية، وجاءت هذه الدعوة استجابة لهذه الرغبة.